السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو إن شاء الله ستجدون تعبير عن الأسرة، أتمنى أن ينال إعجابكم. وقبل ذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وهذا فضلا وليس أمرا. إذا كما عودتكم في هذا الفيديو تجدون دائما مقدمة، عرض وخاتمة. إذا قبل المقدمة، إذا هناك آية قرآنية ممكن تضيفونها سواء في المقدمة أو في الخاتمة. إذا قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صدق الله العظيم. إذا سورة الحجرات الآية 13. المقدمة: الأسرة هي النواة الأولى والبيئة الأولى للنمو والتعلم وكسب المعارف والتجارب، وتتكون من الأب والأم والأبناء. ممكن هنا الضيف والتعليم. العرض: تعتبر الأسرة الخلية الأولى التي يتكون منها المجتمع، وهي أساس الترابط والاستقرار. في كنفها يتعلم الأبناء المعارف الأولية وكذلك القيم الأخلاقية والمبادئ الأساسية للحياة، فهي المدرسة الأولى التي تنشأ فيها أو ينشأ فيها الأجيال، كما تلعب دورا مهما في تكوين شخصية الطفل والحفاظ على فطرته وتشكيل سلوكياته وحمايته من الانحرافات إلى غير ذلك. توفر الأسرة بيئة آمنة ومحبة للطفل، وتعزز الروابط الاجتماعية. إذن هذا خطأ فقط. هي أول من تعرف الأفراد بدينهم والعادات ولغة الوطن وحضارتهم. الخاتمة: إن الأسرة هي منبع الحياة وبذرة الصلاح، الذي إن صلحت صلح المجتمع وإن فسدت فسد المجتمع. إذا هكذا نكون قد أنهينا قراءة هذه الوضعية أو التعبير المتواضع عن الأسرة. أتمنى أن ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.